يا رب ربنا يكرمنا يا رب ويبعت لنا ولاد الحلال. اللهم امين. بصي يا حاجه، انا هتكلم معاكي دلوقتي عن روشته بنقابلها كتير جدا في العياده، من روشتات الجهاز الهضمي، نقدر نقول عليها ان دي روشته من روشتات الجهاز الهضمي، منتشره بشكل كبير جدا في كل العيادات. وهتلاقي يعني الناس اللي بتيجي مثلا وليكن في العياده تشتكي: يا دكتور احمد عندي اسهال مستمر، عندي حصل لي اسهال كده مره واحده ما اعرفش السبب ايه، جالي ترجيع، سخونيه، نقدر نقول دي بنسميها حاله مثلا ان حد يجي له اسهال مع ترجيع وسخونيه، نقول دي عدوى بتبقى في الجهاز الهضمي. بنسميها حاجة اسمها جاسترونترايتس أو النزلة المعوية. النزلة المعوية، فما حد يجي لي بقى يقول: يا دكتور أنا عندي إسهال، جالي إسهال وإسهال شديد وترجيع وسخونية، فدي تبقى اسمها عدوى. عدوى الجهاز الهضمي دي بنسميها النزلة المعوية. العدوى دي ممكن تبقى بسبب إيه؟ ممكن تبقى بسبب عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية أو طفيليات، أو ممكن تبقى بسبب تسمم، أو ممكن تبقى بسبب زي مثلا تسمم المبيدات الحشرية والفسيخ والحاجات دي، أو حد كل مثلا بقاله فترة طويلة جدا ما كلش أكل معين، وراح كل مثلا في مطعم وكان نتيجة لقلة النظافة في المكان أو شيء من هذا القبيل، فممكن برضو يحصل له تسمم غذائي. فدي الأسباب الأساسية مثلا وليكن اللي ممكن تيجي لحد مثلا جاله إسهال مرة واحدة وترجيع وسخونية. الفحص اهم حاجه، مثلا انا كطبيب بعمل حاجه اسمها فحص، بنعمل فحص للبطن عشان نتاكد ان الاسهال ده مش سبب مشكله جراحيه يعني. زائد طبعا اصل ممكن السخونيه او الترجيع ممكن يكون بسبب مشكله جراحيه عنده، لكن لو ما عندوش مشكله جراحيه خلاص يبقى بنقول دي نزله معويه. المشاكل المصاحبه للنزله المعويه نقدر نقول الجفاف، تلاقي الشخص بقى نتيجه للاسهال اللي بينزل الفيتامين بيفقد، بيعمل جفاف. بيحصل له جفاف، الفيتامينات بتخلص، بتنتهي، بتخلص من جسمه، الاملاح المعدنيه بتخلص من جسمه، فيحصل عنده هبوط وجفاف. فعشان كده اول حاجه بقولها مثلا كطب: طب انا اعرف ازاي ان انا عندي جفاف؟ خلي الناس تستفيد برضه بحاجه حلوه قوي، اللي هي ازاي انا اعرف ان انا عندي جفاف؟ بشكل بسيط نقدر تلاقي الشخص ده لسانه بيبقى دايما ناشف، تلاقي الشخص اللي عنده جفاف لسانه ناشف، جلده ناشف. اما تيجي تشد جلده مثلا، مثلا يكون بشد جلدي لبره كده، لو انا مسكت بطنه بتشد معاك. وبتخش على طول، شوفي دخلت على طول، لكن عند الشخص المريض ما بتخشش بسرعه بنفس السرعه. الشخص اللي عنده جفاف تشد جلده. بعد كده برضو عينيه تلاقيها داخله لجوه اكتر من الطبيعي بتاعه، تلاقي عينيه داخله لجوه اكتر من الطبيعي بتاعه، وكميه البول بتاعته قليله. هتيجي تساله عن كميه البول بتاعته يقول لك قليل. دي كده اعراض الجفاف. فانا بقيتوا اطباء بعد الحلقه دي خلاص، يعني بديكوا حاجات كده ممكن ناس كتيره ما تاخدش بالها منها، اللي هي اعراض الجفاف، عشان اعرف ازاي ان انا عندي جفاف: لساني ناشف، جلدي ناشف، بيرجع بصعوبه لما تشده لبره، عينيه داخله لجوه، ما تيجي تساله عن كميه البول يقول لك قليله. ده كده بشكل بسيط. طب يا دكتور احمد العلاج ايه بقى؟ العلاج ايه بقى؟ اهم نقطه، صح كده؟ احنا جينا على النقطه الان. احنا بالنسبه لنا اول حاجه بندي مضاد حيوي ومطهر معوي عشان نتخلص من البكتيريا اللي هي سببت لنا التسمم. يبقى اول حاجه بناخد ايه؟ بندي مضاد حيوي مع المضاد. هقولك على مضادات حيويه طبيعيه بقى، عشان احنا ايه برضو هقولك على ادويه وهقولك برضو على المضادات الحيويه الطبيعيه. المضادات الحيويه الطبيعيه نقول افضل مضادات حيويه طبيعيه الثوم والبابونج والجزر المسلوق. الثوم والبابونج والجزر المسلوق ديت افضل حاجات ممكن. البابونج مشروب البابونج، عارفه البابونج؟ مشروب البابونج. لا ماشي، ده موجود عند العطارين، تقدر تجيبيه عادي وتستخدميه. تمام، يبقى احنا قلنا الثوم، البابونج، الجزر المسلوق، ديت مضادات حيويه طبيعيه. تاني حاجه بندي حاجه مضاده للمغص والتقلصات اللي موجوده عنده، وحاجه مضاده للترجيع، صح كده؟ افضل حاجتين بنديهم مثلا، افضل حاجه مثلا وليكن نقول للمغص والترجيع، نقول الزنجبيل واليانسون. الزنجبيل واليانسون. بندي بعد كده، ده بقول لك العلاج الطبيعي، هخش لك على الادويه، بس ايه، اقول العلاج الطبيعي علشان اللي يهمك انت العلاج الطبيعي احسن. اه احسن. اه
بعد كده بندي مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب، مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب. أفضل مسكن طبيعي على وجه الأرض نقول أوراق الصفصاف، أوراق الصفصاف، أوراق الصفصاف. بعد كده يا دكتور أحمد بتعمل إيه؟ أهم نقطة قلنا أهم حاجة بنعالج الجفاف، علشان ما الجفاف ده ممكن يسبب له موت يعني، فاحنا اهم نقطه نعالج الجفاف، نشرب كميات ميه كبيره، عصاير وسوائل كتير، نعلق له محلول جفاف او ناخد محلول جفاف الاطفال على حسب الفئه العمريه. المهم يبقى نعالج الجفاف اول نقطه، وبعد كده ندي مضاد حيوي، وبعد الزنجبيل واليانسون واوراق الصفصاف. يبقى احنا كده لمينا العلاج بشكل كامل الطبيعي.